بدعوة كريمة استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في قصر الصافرية هذا اليوم صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود وزير الدولة عضو مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة والوفد المرافق، حيث نقل إلى جلالة الملك المفدى تحيات وتقدير أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله. ورحب حضرة صاحب الجلالة حفظه الله بصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود وكلفه بنقل تحياته إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظهما الله، وتمنياته لهما بموفور الصحة والعافية وللشعب السعودي الشقيق بالمزيد من الرفعة والازدهار، معربا جلالته عن اعتزازه بعمق الروابط البحرينية السعودية الوثيقة وبما وصل إليه التعاون والتنسيق والعمل الأخوي المشترك من مستوى متقدم يهدف لتحقيق كل ما فيه خير ومصلحة الشعبين الشقيقين، كما تم بحث السبل الكفيلة بتعزيز العلاقات الأخوية في المجالات كافة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.